منك حبي يا حب ما تنصلح وقلبي مطب اي مطب شفت شلون فارقتك جزت منك يا ما اخذ نومة عيوني اخذ حبك شفت شلون فارقتك جزت منك كيف حالك يا مرحبا بيك معنا في برنامج يا هلا برامج مرحبا بك معنا مرحبا بك يا هلا مرحبا بك معنا دابا باش كتهضمتي باش كلام خليش كلام خليجي لا ودي راه ماشي خليجي هادي عراقيه شتي عراقي باش كلام عراقي ما في مشكله ما في مشكله تكلم عراقي تكلم باش كلام خليجي باش كلام اي حاجه انت تريد كم تريد كم تريد ثلاثه لا ثلاثه تريد لا ثلاثه اوكي اسمح لي ماشي كم تريد شحال تبغي كم تريد ديال شحال بغيتي ديال التريد حيت كنصوبو في التريد الغدا شحال بغيتي ديال التريد كم تريد كم تريد تسام تسكات على تسام 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 صباح الخير عليكم صباح الخير على الناس اللي كيسمعونا غبرت شويه على ايت راديو شحال ما جيتي خاصني نرحب بالناس اللي كيسمعوا دابا مرحبا بك الجنة ومرحبا بك تنتي معنا شو شحال ما جيتي غبرتي غبرتي ملي وليتي كتمثلتي ملي وليتي كتمثلي ما سقسيتي ما سولتي لا حشومه عليك وغبرتي وما بقيتيش حشومه عليك بالعكس ولا وحنا دابا اللي كيوقع انا هو بغينا متبعين بعضياتنا في الانستغرام ما بقيناش كنسقسيو على بعضياتنا ولكن عارفين بعضياتنا اش كنديروا كنشوف اش كديري كنشوف التصاور ديالك كنشوف لي ستوري ديالك بحال كنهضروا كيما كنهضروش كاين داك التواصل كاين الروحاني واللايك ولا ماشي اللايك انستغرامي ديروا لي مش كذا انستغرامي الله العالم ديال واش دابا ولات الخصومه في انستغرام واش لايك ما لايكاش واش تبعني ما تبعنيش واش صيفط ليا ما صيفطش ليا وي مونتي لاباس صافا بخير صافا الحمد لله انا فرحت لك بزاف فرحان لك بخير هذا التمثيل جا معاك بصح شنو شفتي ارتحيتي في التمثيل كيعجبني التمثيل ولكن الغناء كيبقى عندي نمبر 1 ولكن التمثيل غادا فيه مزيان الحمد لله بخير مثلتي فيلم ياك فيلم الجديد ولا اللي ديجا حيت كاين تيلي فيلم اييه وكاين كابسول داز في رمضان ودابا ان شاء الله اول تجربه ليا في السينما فيلم طويل طويل فيلم طويل بصح صافي انا شفتك في الفيلم اللي مثلتي مع ميز الو ابتسام ماشي هذا رمضان اللي قبل ياك رمضان اللي قبل مثلتي مزيان جمعك تمثيل زوين كانت اول تجربه هذيك اول مره هذيك ابتسام كانت اول تجربه اول مره هذيك تمثيل جمعك زوين وانت معنا قبل الاغنيه ديال عشر جرح وتقول لي لك حبي يا حب حنا نشرح الكلمات في الاغنيه حيت ما فهمتش حتى شي حاجه في الاغنيه كنت باغي نسوق على الاغنيه ما فهمتش حتى شي حاجه ما فهمت هذه اغنيه كويتيه هذه عراقيه واخا اذا سنشرح الكلمات عاشر جرح يعني شنو هي عاشر جرح وغتشرح انت ولا انا غنشرح انا نحاول يعني نشرح انايا داك الشيء اللي فهمت نقول لك اوكي يقول لي انت من بعد عاشر جرح صاحبه عند هذا انت كتعرفي شي واحد مع عشره سميتو جرح زعما عشيرك عشر جرح مع عشره عشر جرح لا خطا عشر جرح يعني لا الجرح رقم عشره شتي كيفاش سرات معانا هذا عشر جرح واخا عشر جرح العاجر عشر واخا وتاكلي لك حب وتقلي لك حب يعني انت جرحني الجرح رقم 10 ومازال كتقول لي كتبغيني وتقول لي لك حب اي يا حب زعما ايش من حب واخا حب ايه اللي انت جاي تقول عليه حب اللي انت جاي تقول عليه ما تنصلح هذه فهمتها معناتها انه ما كتصلحش ولا ما كتقادش انت ما كتصالحش والو واخا ما تنصلح وبقلبي ما تطب ما تطيحش زعما ما غاديش تطيح في قلبي ما تعاودش ترجع تطيح في قلبي ما عادش مزيانه هاتي واخا بقلبي ما تطب اي ما تطب عشر جرح هو تاكلي لك حب اي حب سير قاعد اوكي وكنسلم على العراقيين اللي كيتفرجوا فينا سمعوا لهم بزاف سمحوا لينا سمحوا لي بزاف
تحت وهي انا ما بتكلم عراقي عاش جرح وتقول لي لك يا حب اي حب ما تنصرح بقلبي ما تطب اي ما تطب شفتي شلون فارقتك فارقتك معناتها شفت شلون فارقتك جزت منك يعني شفتي كيفاش صافي قلت لك بسلامه الله يعاون تفارقت معك جزت منك زعما صافي فوالا هذيك الحركه ما عرفتش بالمغربيه غتشوفها من بعد في فيديو ديال زعما لحتك جزت صافي زيد سير في حالتك شبعت بركه يا ما ياخذ يا ما خذ نومه عيوني يا ما خذ نومه عيوني اخذ حبك زعما انت ما كتخلينيش الناس زعما واخذ لي داك النعاس ديالي مطير عليا نعاسي غير خلي عندك الحب ديالك واخا واخا شفت شلون فارقتك جست منك هادي قلنا يا هادي يا ما خذ نومه عيوني اخذ حبك يا عيني لا مريض شنو هاد شكون عيطو يا غني انايا يا عيني لا مريض في المكعيل لا تعيد يا عيني لا مريض في المكعيل ما تعيد يا عيني لا مريض في المك عليا تعيد واخا الفيلم ديك كتعاودوا لي عاوتاني يا عيني حيت هما كيقولوا اي واحد يقولوا مثلا لا عيني شلونك عيني حيت عندهم ديك عيني بزاف يا عيني لا مريض ما بغيتش في المك عليا تعيد بقى كل شويه تجي تقول لي فيلم جديد وتبقى تعاود لي الافلام ديالك زعما اللي ما والو واخا يا عيني خل نفترك خل نفترك يعني خلينا خل نفترك خل نفترك يا خلينا نتفرقوا واخا كافي تكذب تكذب عاشر جرح وتاكلي لك حب يا حب سبع سما اقرب زعما سبع السما قريبه لك اقرب ولا ارجع زعما ولا ارجع ولا ارجع شويه نكسر وقدامي اركع وشي دابا الكلمه الوحيده اللي ما عجبتنيش في الاغنيه هي هذه شنو اركع ما بقيت ما نقول اللي كتب الكلمات ما بقيتي ما تقولي لا انا نسيت الاغنيه هذه شكون صوبوها لي كتبوها ليك ولا عيطوا لك باش تغنيها تعطاو لي اربعه الاختيارات مي كلهم كانوا ماشي ريتميك وديجا انا درت عراقي رومانسي فاختاريت هذه لانها هي شويه محركه دونك هما شركه عراقيه وهذه ثاني مره كنخدم معاهم مزيان واخا وهذه ما عجبتكش ديال الاركاع ياك هانيا وقدامي اركع اي دركع هما عندهم داك الدال يعني دا سوي دا دير دا كذا فهمتي دا كذا دا سوي دا اشرب شاي دا شي حاجه دا ودي دا دا شي حاجه واخا مغدي انت معك شي حاجه وصافي سابع سما اقرب ولا ارجع ولا ارجع شويه انكسر وقدامي اركع اي دركع يا ريت الروحة هالروحة يا ريت الروحة هالروحة بلا ردة يعني يا ريت هاد المشية اللي مشيتي يا ربي ما ترجعش واخا بحبك ما شفت راحة بحبك ما شفت راحة ما شفت راحة فقط شدة يا ريت الروحة هالروحة بلا ردة لما السر مشي بلا رجعة يا دي يا ريت روحها روحها بلا ردة بحبك ما شفت راحة فقط شدة أقدر أفارق إيه لو بالنفس تمشي أقدر أفارق إيه لو بالنفس تمشي دمك خنت بقلبي مطوب مطوب وعشر جرح يا مامو يا مامو عشر جرح وتقلي لك حبي يا حب ما تنصلح وبقلبي ما تطب ما تطب اختي الله يخليك مابقاش تغني ليا حتى انا ما تعرف دابا الاغاني كاملين تنغنيهم عليك شتي داك المره جيت غنيت اغنيه عليك وهاد المره مخاصمه معك قلت لك مشيه بلا رجعه حيت عرفت تعيتي عيتي ما تبقيت تغني ليا تغني ليا وانا ما مسوقش ليك صح غير دابا اللي وقع دابا فاش دابا صافي دابا رفضتيني وما بقيتيش باغي يعني عاد تنادم معايا الحال دابا ماشي دابا هزك الماء دابا صافي دابا انت اللي دير عليها اغنيه دابا صافي انت خاصك دير عليها اغنيه دابا واخا نغني لك اغنيه ديك الساعه يا ناس سمعتي اغنيتي سمعتها ديال الفياق وداك الشيء وكيش سمعتها شنو زعما سمعتها وانا جايه انت تبانيش انت
لا متبعكش شويه. لا لا انا السوشيال ميديا كنغبر عليها شويه. اه شغال كنعتذر من الناس ديالي ملي كنغبر عليهم واحد شويه حيت كيكون خارج الاراده ديالي. علاش؟ كل مره وشنو؟ دابا هاد الغبره كتغبري انت شنو هي؟ حيت كاين بزاف. شوف انا ما تنغبرش بزاف انا ماكسيموم سيمانه كاع الا غبرت شي غبره. واحد الوقيته كنتي اكثر ملي كنكون عندي الخدمه و كنت كونسونطرا مع شي فيلم ولا شي حاجه ما كندخلش للسوشيال ميديا بزاف. لان السوشيال ميديا عندي لي زادمين عندي الناس مكلفين مي بعد المرات كنطل كنقول لهم ها شنو كنديروا داكشي وكنخرج نكمل شغالي. واخا لا واخا الله يكمل بالخير. وفي السوشيال ميديا شفناك مع النمر. ونمية هذا كان بنج هذا؟ لا عاد بلا مشتان راجي ما كانش بنج؟ لا وإحنا انا تصورت مع لابو كي بنجو. شوف ذاك النهار كنعاود لك القصه. ذاك النهار كان عندنا كنا كنصوروا 30 مليون فيلم سينمائي من اخراج ربيع شاجيد وسيناريو بشرى ملك اللي يخرج في مارس. اللي يخرج في مارس ان شاء الله. كان كنت انا كنموت انا كيعجبوني الحيوانات بزاف. انا كنحمق على الحيوانات كنحس براسي كنرتاح معاهم الراحه النفسيه ديالي كنلقاها مع الحيوانات. اش تقول لك حس براسي بحال شي حيوان كيعجبوني الحيوانات كنحس براسي انا بحال انا كيعجبوني الحيوانات. اوكي وتما كيعاملوا الحيوانات زوين بزاف. تما كان في واحد الحديقة الحيوانات في محمدية سميتها دريم فيلاج. دونك خلوني نتصور معهم والطريقة باش كيتعاملوا مع الحيوانات هما خلوني نرتاح. يعني كان واحد الجو زوين بزاف دونك حسيت براسي مرتاحة ما خفتش منه. صراحة شوية خفت من لابو الكبيرة. سميتو ماكس. طوب ما خفتيش منه؟ لا هو تيبان ضريف شويه الشوفه اللي دايره هي دايره الشوفه النمر. سوا نسولو واش ما خافش منا. مربيه شي حيوان؟ مربيه كنت مربيه دازو عندي بزاف د الكلاب بزاف الانواع. و شكون شنو سميهم؟ اخر وحده كاندي. كاندي وكان عندي شحال هادي اوسكار. اوسكار طول معايا بزاف. هاسكي. وكان كان كان واحد العلاقه في شكل لدرجه ملي كان مرض كيبقى كيبغيش يخرج. هضرة صباح في الشو مع الناس سمعتي صباح هضرة مع الناس صباح قال لك واحد السيده عيطتنا قالت لنا انا هو فاش كان كيمرض كتمرض هي الكلبه ديالها ما كتاكلش. بصح سي فغي ما كتاكلش. ما يقدر ما ياكلش. انا اوسكار كان كيعجبو يخرج ما كان كيسمح في راسو ما كيخرج كيبقى مقابلني. واو شي الوفاء كيفاش الحيوانات. انا كنت هادي واحد السمانه كنت جالس مع واحد الشاف الشاف الكلاب فهمتي الشاف كيعلمهم ولا شنو؟ لا لا هو كلب هو هو اللي حاكم فيهم هو الشاف ديالهم. وكنت جالس معاك هضر معاك جالس معاك ويقول لي اخويا انا كلب وانت بنادم نهضر معاك الله يخليك. قال لي الله يخليك بون حتى كنفهم اللغه ديال الكلاب. جالس معاك كيهضر معاك قال لي حشوم عليكم انتم الناس كتعايروا الناس مزيانينش بالكلاب وحنا مزيانين قيات نشوف حنا اوفياء كنحضر لكم المسائل ديالكم كندافعوا عليكم. زعما الوفاء الماكسيموم دو الوفاء وحنا الكلاب وعلاش كتعايروا زعما الدراري علاش كتعايروا بعضياتكم الكلاب سي فغي. ويقول لي قال لي خاصك قياس واحد القضيه خاصك تعرفها حنا الكلاب بيناتنا فاش كنبغيو نعايروا شي واحد كنقول ليه بنادم بنادم لا عجبني انك كتعرف تهضر كتفهم زعما اش كيقولوا لك معلوم 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 حدا ما حشوم سي با نورمال ماشي با نورمال شنو بنت الحمار تاو علاش تاو مسكينه الحمار ذكي ذكي الحمار كيخرج مزيان صبار كيصبر تقول لي تقلي وكان كنا حد نعيرو ماشي معقول. بغيت نجلس مع الشاف ديال الحمير عاود لكم واش غادي يقول لي في هذه القضيه في هذه المساله هذه. الاغنيه هي هذه ما درتيش لها كليب الاغنيه هذه؟ لا اي ارت وورك خدموها هما ارت وورك. الاغنيه اللي خرجت قبل من هذه هي هذه ماشي انت بوحدك تعرفي تحركي كتابك انت غير عارف الكتاب يا
مغاربه كاملين كيعرفوا الرقاده. نحرك كتاف كاع نديروا كاع انا كونكور دابا شكون يحرك كتافو مزيان. يلا سير تسخينات يلا سمعي مزيان شوف شكون غادي يطول شكون يقدر يحرك كتافو بزاف. اوكي يلا نتوما غادي تحسبوا نتوما غادي تحكموا يلا نتوما تحكموا نتوما كتسمعوا ولا كتفرجوا نتوما غاتحركوا حركوا كتافكم معايا. مش هكاك لا مش هكاك حركه غريبه. لا لا اسمح لي هذه مش رقاده رقادو رقادي هذه علاش ما كيديرهاش مزيان؟ لا لا غير عاود غير عاود لما عند راسك كيديرها واعر انا. لا لا فرصه اخرى فرصه اخرى غير عاود دايرين معك مزيان لجنه التحكيم شنو هو؟ يلا نعاود عاوتاني انا ملي كنديرها واعر بزاف انا. لا لا بلاتي هذيك هذيك برافو مومو. انا نوضي نوضي حرك انت نوضي نوضي حرك انا حركت انا جالسه وكنحرك مشتيني انا خصك واقفه انا شكون جالسه ويلي ضروري فيق عيان فما تنوضي صافي دير دير انت كلشي قلت لها غادي نتسابقوا هي ربحات يا خو انت ربح ما كاين حتى مشكل. لا 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 وقف ما تربحنيش. لا انا ما كنت نازلش شنو شكون يربح شكون يربح المازال خصنا نشوفوها صافي سير يلا تفضلي هاي بتي سكات بتي سكات ولكن شوف غادي تحكموا على النص الفوقاني نتكروش عليها صافي ما تخافش الله يخليكم عرفت جد تحكيم الله يخليكم كل شوي دل شوي دل العدل النزاهة شوي النزاهة يلا ميتي الظلم وما دير في يوميتي وانا مروحا فيا تكون يا يا بغيا ما عليا الناس ما يفقصني ما يبقي عليا واش عدو واش نقولوا شي حاجه ولا بلاش؟ انا كنصوت عليك انا كنصوت عليك اوي هذا هذا فرق كبير واخا هادشي عطا الله جلال طلع ما كاين مشكل عيط تكلموا معك الناس ابتسام يهضروا معك 0 5 30 300 300 لم يهضر معك حتى يهضروا معك على الاغاني بجوج انت الكليب شفتو ديال الاغنيه قبل الاولى بيان سور هذاك هذا هذاك الكليب ما فهمتش بغيتي ديري فيه شاد الطريق في الاول واحد لقيتها ما عاد كي شادين شادينك واحد لقيتها خارجه من بعد في الطوموبيل اكستري هذاك راه على اساس زعما راه ماشي فاش كيمشي لذاك القلاده أيه. دونك زعما بحال فلاش باك زعما بحال شي حاجه وقعت في الخيره ما وقعتش هي راه غير في خيالي زعما تبقى بحال شي حاجه وقعت شحال هذه وانت في الطريق خممتي فيها واخا لا واخا واش كتشربي في الكاس؟ اش كنشرب في الكاس؟ فاش كان اش كتشربي الكاس؟ فاش كيجي كيجي يعتقك؟ هي سي با فغي فاش كيجي كيعتقك كيعطيك كتشربي زعما والله ما شاي عطيني غير ولا كنمثلو كيعطيها واحد لا الهادي القربه ولا ما عرفتش اي انا ماشي كاس ماشي القله كيكون فيها الماء صافي كنت عطشانه بصح فريمون كنت عطشانه عطشانه ما تلتمس شهيتي نشرب شي حاجه غادي تكونوا معك الناس غادي غادي نتكلموا على اللي وقع شحال ما جيتي من المسائل اللي وقعوا طلعتي موازين هذا العام هذا ياك اي غنيتي واحد الاغنيات ديال صوت الحسن يخرجتي ما فرحاناش ما عجبكش الحال ماشي ما فرحاناش كانت بدلات كنا متفقين على واحد الطبقه اييه وكانت ناديه العروسي كنوجه لها تحيه كانت دخلت انا وياها باش نغني جوج مغربيات نغني وصوت الحسن مي الفرقه دارت لينا طبقه ديال لاغام فوالا وحده اخرى دونك كانت ناديه قالت لي فودني راه ماشي هادشي علاش اتفقنا دونك انا صافي كملت لابارتي الاولى وحبست خرجت ايوا ما عندك ما ديري حيت حيت ولينا كان غير بحال كنهضروا ما كاينش الغناء ما كاينش المغنى كاينه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
جاء المغنيه هذه وانا هو لا قام بدله ماشي الصوت ديالو ماشي داك الشيء طري عليه وانت قدام الناس فيستيفال اللي خاصك تغني اي ماشي اي اغنيه صوت الحزن ينادي بلساني يا زهره وحي يا ارض بلادي ارضك سمحت حره صوت الحزن ينادي مش عايز اي اغنيه حماس موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء الله 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 ترى مسيرة أم بلاتي نغنى بلاقام ديالي مات مسيرة أم وشعب بولادو وبناتو شعر هسلم وحب والغادي سعداتو الله 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 فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن بلا حرب بلا سلاح معجزات الزمان فيها أمن وسلام أيوة. تاريخ مجد الوطن بلا حرب بلا سلاح معجزات الزمان الله 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 كيتقلب المقام كتقلب ياك لا هنا كيتقلب المقام صافي ساينا مع هاد جوج كندوزو للاخراني الطرف الاخراني اه ترانا يا سلام دابا يس بجيتار جباره بغميكس باند لوريجينال كل شيء واعر واعر بزاف كاينه رجاء تهضر معاك كي داير رجاء بخير اي صافي الحمد لله يبو ترانا ويوم صباح الخير كلشي بخير صح لاباس صافي الحمد لله يبو كلشي بخير تصري مع ابتسام الحمد لله ربي بونو ابتسام صباح عليكم صباح الحمد لله اخبارك لاباس عليك صح لاباس الله فيك ميرسي الحمد لله ربي يخليك دايره انت صباح حبيبه ديالي الحمد لله ربي يخليك بغيت نقول لك مبروك عليك لا شانسون جديده بارك الله فيك حبيبه انا جا كيحمقني صوتك في العراقي ميرسي انا زراني مدمنه ديال الاغاني العراقيه رغم من ايامات الكوفر ديال تسعى الوراديك هذا انا من تما حماقيت على صوتك الحمد لله حبيبه صافي بليزير جوغ انا المهم بغيت نقول لك ما نطولش لك الله يوفقك في اغانيك آمين. الجايه امين حبيبه آمين. وفي مسيرتك ككل تنتي لا اغاني ونشوف زعما الصحيحه ديالك ان شاء الله امين حبيبه امين ان شاء الله ومم وحتى انت تبارك الله عليك جاوبتني ليميسيون ديالك شكرا بزاف رجاء تبارك الله عليك شكرا بزاف شكرا من كازا شكرا لك الله يحفظك نهاركم مبروك نهارك مبروك حبيبه يلا السلام عليكم شكرا بزاف حبيبه 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 كلشي حبيبه حبيبه حنا البنات كنقولوا حبيبه اه بعد عندكم هاد عندكم هاد سميتو والدراري كنقولوا موي خويا صافا خويا هذه كتسمى النقط على الحروف ستوب وحرف الخاء في خويا بعدي من الاول في نقطه الفوق خويا صافا خويا مومو كدرا خويا صافا اختي لاباس عليك خويا دابا فهمتي علاش دابا رجاء شكرا لك رجاء شكايتي تهضر معك حاتم حاجة بغيتي تقول لابتسام انا غادي نقول لابتسام بحال كل مره بان الحاجه انا اللي بني زعما في ابتسام هي لو كاريزم ديالها ياك وثاني حاجه انا ما جو سو با فان ديال هادشي خليجي ولا تركي ولا عراقي ولا سميتو ما تعرف حتى شي اغنيه في هاد ريبيرتوار دونك هذه اول اغنيه غادي نحفظها غادي نشطح عليها تورات العراقي حيت زوينه خفيفه سبحان الله العظيم شفتي سبحان الله العظيم جات الاغنيه عراقيه ثاني قلت هي ودرت شطح عليها وكاع اجي خلينا نشوف واش طيح عشر جرح وتقول لي لك حبي يا حب ما تنصلح وقلبي مطب اي مطب شفتي شلون لا 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 انا عاد فهمت علاش الشركه عيطوا لك تغنيها انت هي
علاش باش حاتم يشطح؟ ما حيتش اللي عمره ما شطح العراقي يشطح العراقي. لا سي فري ما عمري سمعت هذا الستيل هذا وين جو تروف سا تري ليجي وزوين. ثاني حاجه حضرت على ابتسام في الاستوديو دونك جي فيو لارتيست في لو بروسيس ديال لا كرياسيون ديالها. هضرت دابا على هادشي المشكل ديال الطبقات حضرت عليها في واحد لو تيتخ مع حاتم عمور ويونس رايتنا فوالا دونك جوج ديال لي فوا اللي هما مجهدين اكسيتيرا. كان ان بروبليم او نيفو ديال هادشي ديال الطبقات الصوتيه وين فوسط هذوك الجوج ديال لي مونستر او نيفو ديال لي فوا بصمات فهمتي دارت بلاصتها يعني ال سي ادابتي لواحد لا غام اللي ماشي ديالها واحد دو ستيل اللي بعيد عليها وصادوني واحد اللعيبه اللي هي زوينه بزاف. دونك انا ساميتون با انها دوز من الرقاده لشي حاجه اللي هي بعيده مثلا بحال هادشي اللي قلنا ديال العراق ولا سميتو هادشي صامونتخ بان كاين واحد لا ميتريز باش تغني في هاد لو ستيل ودوز لو ستيل واحد اخر وتكون زوين فيهم بجوج يفو بوكو دو ميتريز اكسيتيرا. شنو غادي نقول عاوتاني باغيك في التمثيل شتات انا شتا في الو ابتسام تري بون رول لعبه مزيان اكسيتيرا وصافي. انا فان انت تكون فان ديال شي واحد صعيب تعطي اون كريتيك ليا ديال بصح فهمتي شنو بغيت نقول. دونك انا جو سوي فان ديال ابتسام والناس عارفينا برافو الله يوفقك في اي ستيل درتي في اي حاجه اختاريتي ديرها فنيا برافو ان شاء الله ستيل يجي مزيان ان شاء الله. والستيل اللي بغى يهضر لك عليه انت مازال بغيتش تفهمي هو ديو معاه. مرحبا مرحبا انا من لي فان ديالك حاتم تبارك الله كدير الموسيقى ديالك زوينه دونك شهاده اعتز بها. شكرا سي سانسير هادشي اللي قلت ماشي زعما هذا. شحال فيك شحال فيك جاتك الغير وجاتك الغيره مومو شحال فيك ديال واش عندك معايا شي مشكل نفكوه دابا دابا حيت انت دابا دابا انت بحال ما عرفتش كتعصبيني هضري معاها انت. ناري حشومة عليك شترت ليها لميا انت كتشوفها دارت لها الابتسام اي مي 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 انا كندير مي 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 شوفي راه انا راه نلبس عيني شي ندير لي لونتي زرقين ولي بحالك ها والله الا وليتي بحالي واخا تركب راس جديد ما توليش بحال اوبا مي 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 امي مي امي مي اوكي لا ميا راه انا بدك يعصبني صافي لا لا ما تعصبيش ما تعصبش انا ابتسام الله يخليك ابتسام اليوم جات واحد العباره كتقال جات في كامل مشمشيها يعني كلها اناقه وكلها نضج من بعد ما دارت اعمال جميله كتبين انها كتشتغل اكثر على راسها. هذه هذه راه اللي جا كتفصلوني دابا دابا وليتي تنتي هذا لك مي 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 مشي المشمش هذا كملي المشمش مشمش لا وما لله لله وما لقيصر لقيصر وما لابتسام تيسكات لابتسام تيسكات عام على عام كتحس بالبنيته تبارك الله راه كتكبر وكتشتغل اكثر تراسات الطريق ديالها وواثقه اكثر في نفسها ماشي على الفراغ وانما دابا دارت اعمال كتمكن لها تفتخر بها وكتبين انك مازال عندك اون استراتيجي جربتي التمثيل مشيتي فيه مزيان سينو ما كانش يعيطوا لك المخرجين واخا كاين الاسم ديال ابتسام تيسكات بالجماهير اللي عنده بالفئه ديال الشباب كي غادي يوصل للمخرجين فئات واحد اخرين تجربه ديال السينما انا بغيت نشوف شنو غادي تعطي فيها لان كنت شفت الو ابتسام وكنت شفت المسلسل اللي كنت دوزتي في رمضان في لي كابسول الفتاه الجميله اللي كلشي كيتسنى الرضا ديالها وكلشي باغي يركع قدامها دونك هذاك الدور كيجي معاك مزيان حتى ملي كيختاروك مع دريس ومدي فبالتالي هذاك الدور زعما كتجسدي مزيان كنتسنى نشوفك مثلا في ادوار واحده اخرى ديال الفتاه اللي مغلوبه على امرها مثلا ولا مهم مخرج هو اللي غادي تكون عنده الصلاحيه اكثر باش ما يخرجوكش شويه من داك القالب ديال هذيك الفتاه زوينه وصافي يعني باش تعطي اكثر لان ربما غادي يكون عندك توجور لاباس عليها فوالا عندك ربما عندك حوايج اخرين تقدري تبينهم في دور واحد اخر. اما بالنسبه للغناء راه هذا الستيل ديال الرقاده جا معاك جا زوين ودائما كتدخلي داك التمثيل لان كاينه واحد القصه في الفيديو كليب وهذا الستيل العراقي ما عرفتش علاش بالضبط اختاريتو العراقي. العراقي حيت دابا حيت انا ما عنديش غير زعما ستار اكاديمي كيشوفوا الوطن العربي كامل دونك كنحاول نرضي الناس كاملين في البلدان كاملين. العراقي دابا ولا هو بحال الخليجي يعني ولاو بحال بحال ولا العراقي كيضرب كثر دونك فوالا ما هادشي من الكونترا ديال ستار اكاديمي لا ما عندوش علاقه بستار اكاديمي لا ما عندو حتى علاقه غير رجعت ليها الجمهور ديالي كان من الوطن العربي كامل داكشي علاش كنبغي دائما نرضيهم كاملين كل 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 ناس يعني كنبغي نعطيهم لوغو ديالهم في الموسيقى. الرقاده ديجا كيحماقوا عليها ملي كنمشي لهولندا
كيبقى كلشي كيقول لي غنينا الرقاده غنينا ندير ما بغيت واللي هي طبعا من كلمات والحان استاذ رحال وزاني مدير اعمالي اللي هو كيكتب وكيلحن ماشي فقط مدير اعمال فنان دونك نوجه ليه تحيه والحمد لله كنحاول نوع في, في, في الالوان الموسيقيه وجايه واحد الاغنيه ان شاء الله غتعجبكم بزاف ان شاء الله. من جهه اخرى كتشوفي مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو مصدر مهم ديال الاخبار ديال النجوم بالنسبه الصحفيين شي مرات ملي كيغيب شي فنان ولكن كيخرجوا في بلاصه الاشاعات الى اي حد سي فري الاشاعات عندهم واحد الجانب سلبي ولكن الى اي حد كيعاونوا الفنان باش يبقى حاضر باش ما يتنساش. وشوفي على حسب دابا شوفي الاشاعه بزاف المرات كيقولوا عليه اشاعات ما كنزلش ما كنكذبش علاش لان الا كذبتي الحاجه عاد غادي تعطيها قيمه مثلا الله يحفظ راه مؤخرا قالوا تقلبت في طنجه ومشيت للطبيب وما كنموت هادي سي فري خاصني نهضر عليها ماشي بحال الاشاعات اللي بانال هادي دارت افعلات اتزوجات صافي قولوا اللي بغيتوا راه لسان كيقول اللي بغى ما باش تقول وناس كاينين عندي ناس كيبغيوني باش تقول هذا المشكل تخلعهم وصحافه زعما صحافه عندهم قال لك درت اكسيده في طنجه درت اكسيده في طنجه وراها بين الحياه والمات حشومه عندي ناس كي ناس كيعيطوا ولا كيسقسيو شنو قاعدك في البلاصه في البلاصه غير سمعت الاخبار كنت ما عنديش كيفاش ندير هضرت مع الناس اللي مكلف ليا بالسوشيال ميديا قلت لهم دابا 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 ينزل باش الناس يطمنوا لان سي فري صافي تقلبات ويلي شنو واقع حشومه زعما كيفاش كتجيهم اوكي تخرج اشاعه ما عرفتش شنو الهدف من موراها وحده اخرى ماشي مشكل مي نموت وتقول راه بين حشومه سي فري حشومه والله الله يهديهم هذا بقى اللي كيوقع انه كيسمع شي اخبار كتسمع هكذا وكيكتبوا لك انا وجري كاين تسوقش ولا قلت لهم علاش ما تاكدتيش من الخبر يقول لك لا عيطنا ليها ما غاديش تجاوبنا وهاد الاخبار بحال هكذا علاش شكون منين كينباع شكون اللي كيخرج علاش كتجي وتقول تبلع على الفنان ولا على شي حد ولا زعما علاش كاين جوج حوايج كاين جوج حوايج في الحياه ما تقدري ديري معاهم حتى شي حاجه الاشاعات ولسان الناس ما تقدري ما تقدريش تحبسي الناس يهضروا عليك وتقدريش تحبسي الاشاعات اللي كيتقالوا عليك والاشاعات كيجيو من بعد الهضره ديال الناس ما عندك ما ديري الحمد لله على كل حال غير سيبك هاد اليامات مؤخرا وليتي اخترتي فهمتي فهمتي والدنيا كتعلم ماما راه كل نهار كنعيشوه كنتعلموا منه وانا الحمد لله اوكي دزت من بزاف ديال الحوايج صعاب وملي كتخطاهم ما كيبقاوش يبانوا لك صعاب كيولي يقدر مثلا صاحبك ولا اخوك ولا شي حد غيجيه صعيب نفس الموقف اللي دزتي منه انت ما يجيكش صعيب صافي سي بون دوزتي وكتولي كتقصاح كتولي كتعرف كيفاش تعامل بزاف ديال الحوايج الحمد لله انا ما كيعيطيش لا بالعكس مزيان دق وندردق ايوا ايوا باذن الله دق وندردق صافي حيد داكشي مي 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 مش مي مي مش 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 مي مي مش وندق وندردق انايا عشر جرح وتقلي لك حبي يا حب ما تنصلح وبقلبي مطب اي مطب دابا داكشي داكشي كيفاش شفت هيا رجعت حال ثاني انا دقيت دردكت عليك شفت شتي دردكت عليك مزيان شتي دابا داكشي علاش ما كتجاوبيش انت الدنيا باطون جو باس علاش جو باغو جو باس جو باس بوكو جو باس دابا شنو هو لوريجين ديال لوريجين ديال المشكل بينك وبينها سولها سولنيش انا دابا اللي سولناه يقول لك السوله اللي سولتي تقول السوله هي غتقول لك انت ربي شاهد عليا واخا والناس راه عارفين شنو كاين واش راك تلاقيتي معاها هي تلاقيتو نتوما بجوج ما بغيتش نهضر على ديك السيده الله يسهل عليها كاع ما بغيها واخا ما بغيتش ما بغيتيش تكلمي عليها نوب ميني مينو ميني ميني ما بغاش تكلم عليها حيت صدق الا تكلمات عليها ما تبقاش تجيك ويسي ويسيوج شويه خويا لا 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 حشومه عليك لا بالعكس شوف لا مومو لا حشومه ما تقولش حاجه ما كايناش دابا واش كاين مشكل بيناتكم ولا انا ما عارف والو انا اشرح له ماشي واش ري معايا انت باختصار نعم المشكل ما عرفاش انا شنو هو وديجا قلت بزاف ديال المرات ان راه ما عرفاش المشكل والناس اللي متابعين وعارفين شنو كاين عارفين ما عرفاش شنو هو المشكل وماشي غير معايا المشاكل كاين مع بزاف دونك ما فهمتش شنو واقع اللي كنقول حاجه وحده والله حتى كنقولها بيني وبين راسي زعما ماشي حيتاش دابا في لا راديو
الله يهديها والله يسهل عليها والله يبعدها عليا يا ربي امين يا ربي امين الجميع. هادشي اللي كاين داك الشاشيه معنا الصباح الدنيا بط انا نقول السلام عليكم الله طبعا انا مسالمه بحيت واش فاهم فماش عاد نجي عندك انت شفت شي تصريحات ديال الدنيا باطمة كانت هضرت فيهم على ابتسام وعلى سلمى رشيد كنظن وقالت له بلي راه دايرين شي عملية تجميل مع عملية تجميل هادشي اللي كنت شفت واقيلا ولكن ولكن اكيد ان هاد التصريحات ربما كاين شي حاجه قبل منها كانت عند مراد العشاوي كانوا في تيلي ماروك اللي تقول بالك اللي تطيح لك على بالك نقول لك سميات وتجاوبيني قول لي ابتسام تيسكت دايره قنوبتها وحنا هكا اجي شوف حنا كاش اجي عندي دوزي ديالنا دوزي غالي دمي تور وان كان انا بالنسبه لي زعما واخا خلينا نديرو التيست ديال الفيريفيكاسيون ولا تكون بصح لا كتبقى شي حاجه شخصيه الناس اللي دايرين البوتوكس ياك اول حاجه ما كيعرفوش يديروا حجبانهم بحال هكا والناس اللي دايرين حناكم بوتوكس اون فوا كدير هكا كتعرف بلي دايرين بوتوكس ارى لي الجديده ديالك طبيعي صافي هنايا جيب لي لمياء ديال لمياء لا تشي شي يشربوا القنوفه بعدا طيب العظيم هنا بري نفس طبيعي داك الشيء رخيصي طبيعي طبيعي لا طبيعي ناتشور طبيعي سي بون طبيعي سي تخي تخي بون واللي بغى يدير التجميل يديرو باش يديرو يدير السوق ولا يا زعما كل واحد حر في راسو بيان سور ما انا الحمد لله كلشي عارف انني ما دايرش عمليه تجميل زوينه من عند ربي الحمد لله مينو مينو واخا لا واخا غادي نديرو رادو كليب من دابا شويه نديرو رادو كليب ديال 10 جرح وتقول لي لك حبي يا حب ما تنصلح وبقلبي ما تطب ما تطب غنديرو كيسيونير الحب ابتسام الحب ابتسام حيت انت تغنينا على الحب حيت هناك بزاف ناس الذين يحبونك ها ويريدون ان تحبينهم ولكن انت لا تحبينهم لماذا انا احبهم لان هناك الكثير من انا احبهم انت تحبينهم نعم لا انا لا اتكلم على حب الفان او حب العاشق حب الفان انا اتكلم على حب الحب الحب حب الحب راه الحب نعم الحب راس الحب زعما واخا هل اين حب الحب ديال الحب ديال الحب الحب ديال الحب مالهم واخا نسولك واش انت كتحبي واش انت تحبي وي كنحب رجل الوالد الله يخليك لا واش كتحبي شي واحد كيفاش كنحب شي واحد واش عندك علاقه حب مع شي واحد من غير العائله ديالك ومن غير الفان ديالك واش عندك علاقه زعما العلاقه ديال الحب ديال مورا الزواج وداك الشيء اياه لا مازال ما كاين والو واخا اكبر قصه حب في حياتك شنو هي اكبر قصه حب دابا ما عرفتش دابا انت اين حب كدوي الحب ديال الحب ولا حيت اكبر قصه حب هي ماما بصح مينو واخا اكبر قصه حب في من غير ماماك الله يخليها لك جيتي سكاتي من غير جيتي سكاتي اختي خويا بنت اختي ايت راديو مومو حاتيم لمياء لا دابا لا شباب دابا دخلتي في التشاج دابا دخلنا مقلب فامي الوالد دابا دخلنا في التشاج دابا واخا اكبر قصه حب اش اوسكار انا اوسكار هو مسكين كان كيبقى واقف ما كياكل ما كيخرج واخا حيت انا كنحس بك انا وانت من النوع اللي عنده تجارب في الحب هي واحد الوقيته دابا وصلتي لواحد الدرجه انه مع لا كارير ديالك ومع الغناء ديالك مع الموسيقى ديالك ومع التمثيل انه ما بقيتيش كتيقي بزاف في الحب يعني صعيب تيقي شي واحد ماشي نتيق خاص انا مركزه على خدمتي واكيد انا ماشي سد البيبان انا بالعكس انا كل بنت كتبغي تزوج كتبغي تستقر كتبغي دير وليدات سورتو انا كنحماق على وليدات صغار دونك ماشي سد الباب
ان شاء الله الشخص المناسب اللي يقدرني واللي يعرف بقيمتي واللي يعرف كيفاش يتعامل معايا وصافي. زعما شحال من عام وصلتي؟ 26. عرفتي علاش؟ حيت انا كنت قلت شحال هادي انني ملي نوصل 26 صافي غنبغي نتزوج زعما. لا جاو الارسان جاو خذوك ناس كاين كاين مي جاو هضروا معاك انت عاد جاو داركم ولا جاو داركم مباشره؟ كاين اللي جاو لدارنا مباشره. لا هضروا في التليفون هضروا وابخي جاو مي ما عجبوش ما عجبونيش. بعد ما تشوف راه اي واحد فينا باش نهضروا نيشان حنا كبشر يا يركب دماغي على دماغك يا ما غنتفاهموش. واخا فهمتي زوين هذا ركب دماغي على دماغك فهمتيها. ركب دماغي يعني عقليتي تكون علاش مثلا كاين شي وحدين كيتفارقوا كيقول ليه كيقول ليها ولا كتقول ليه لا انا وياك ما تفاهمناش عقلي ماشي بحال عقلك انت عقلك كتفكر في هذه العقليه ديالو ماشي بحال فوالا. المهم العقليه هي المهمه ملي كيتلاقاو علاش كيكونوا جوج مصاحبين بزاف كيكون واحد كيفهم الاخر معلوم كيبغيو نفس الحاجه غرب متفاهمين قبل غمزه فوالا. كتكون انت احسن لقطه في الحب هي كتكون جالس مع الانسان اللي كتحب انت وياه وكتبغي كتخمم في الحاجه هو كيقولها. واو شحال زوينه بزاف فهمتي. كتمشي انت كتمشي مثلا كتمشي عند مول الساندويتش انت كتخمم في ساندويتش الكفته داك يحب الماكله مومو ما فيهاش واللي معاك كتقول ما كرهتش الساندويتش ديال الكفته هذه اللي زوينه هي قلت شي زوين ماشي انت بغيتي تاكل الكفته وهي باغا تاكل اللوبيا واحد روينه معضه وداك الشيء ماشي حتى في الماكله لا في كل شيء بزاف الحاجات لا في كل شيء في الماكله فين باغي تمشي باغي تخرج ما باغي كتبغي الحيوانات ولا ما كتبغيهمش معلوم. دابا انا شي حد ما كيبغيش الحيوانات ما نقدرش نبقى معاه. دابا انت خصك الكلاب والمشاش ماشي كلاب ومشاش حيوانات اون جينيرال خاصو يكون كيبغيهم. بعد انت ما تقدريش طبيعه واش انت تزوجي مع شي واحد مع شي صياد كيقتل الحيوانات كيمشي نهار حد كيصيد هي صعيبه شويه مي الحيوانات راه شوف كنحللهم كاين اللي كنقدروا ناكلوهم يعني الصياده عاديه فهمتي غير هو حيت شي حيت بس الصياد حيت الصياد صعيب صعيب الصيد كيمشي بالمكحله باش يصيد الحيوانات ونفس الوقت عنده الكلب ديالو ولكن ربي محلل ربي محلل الصياده دونك ما نقدروش بالعكس ماشي غير ما نشوفش كنقدرش نشوف شي حيوان غيموت ولا هذا ما قلبي الصغير لا يتحمل مينو مينو فيديو 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 واخا اخطر حاجه درتيها حبا اخطر حاجه درتها حبا واش مثلا شي نهار باش تشوفي الحبان ديالك خرجتي من داركم بالاخبار داركم وسافرتي ومشيتي بالاخبارهم ولا مثلا شريتي شي حاجه بفلوس كنتي جامعه ومشيتي شريتي لي كادو لا والو والو كاع وما كيديروا عليا هادشي. واو باين باين شوف اكبر حاجه دارت على قبلك حبا واحد كان كان كنعجبو ولا كيبغيني ولا ما نعرفتش كان باغي يخطبني تلقى صغيره وانا عارفني كنموت على الكلاب دونك هو ما غير كيقرا مشى جمع مود دا الفلوس باش يجيب لي كانيش. اوه وربيتيه؟ ربيته كان سميتو يوشي. يوشي كان كله كحيحل كانيش. الكلب ربيتيه هو مول الكلب؟ لا مشى شتي اغنية الحب بالنسبة لك شناهي اللي فاش كتسمعها كتقولي هذه اغنية الحب ولا عزيزك تغنيها؟ اغنية الحب كاين بزاف ما زعما شي وحدة عندي مفضلة كاين ديال ام كلثوم عزيز علي ام كلثوم في الحب تفضلي. بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع احباب معها بعيش بعيد عنك غلبني الشوق وغلبني
حيرني ومهما الزود سهرني لطول بعدك يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك. شكون اللي قال شنو راه تسمع ابتسام تسكات تغني ام كلثوم؟ علاش انا في ستار اكاديميكس كنغني ام كلثوم وانا صغيره كنغني ام كلثوم؟ كيفاش شكون اللي قال؟ مي مي مي. لا ما كاينش مي 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 مي. خليني في مي مي. خلينا كيفاش خويا شكون قال ام كلثوم؟ ام كلثوم واو واو واو. هذا قال لي الرجل المستقبل ديال الشتات، هذا هو المود باس ديالها، هو ميمي ميمي غير تكعارك تقلق عليك بدات تغوت قول لها ميمي ميمي ميمي. شهادك تغني ياك؟ لا لا غنى تزوين تبارك ميرسي لامي. مي بغيتي تغني؟ لا خذي الفرصه ديالك. اطرق بينا اطرق بينا باقا نعاود. علاش؟ وتقول علاش؟ الاستاذه كتغني في خمركم سي فغي؟ اه الاستاذه كتغني صوت جميل. ما كنغنيش مزيان. كتغني مزيان شي مقطعه من كلثوم الله يخليك. لا واذا حضر الماء بطل التيمم. لا ما كاينش. لا تسكت كاينه ما يمكنش. بسمع 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 تنغني لي. لا لا ودير بحال بينكم بينا كاين حتى واحد دابا غني لها دابا تفضحنا وصافي ما بقاش حنا نطلبوا فيك ربوا فيك بزاف وداك الشيء ديال غني صافي غني غني. في الصباح ما كنقدرش نغني قبل العشيه. انت يا نوش ديال سعاد ماسي. انت يا سعاد ماسي غني في الصباح غني. قلب على لاغام بليتي قلب على اللي بغيتي يلا والله اللي درتها بصح معلوم واخا وانا مالي وانا مالي ما انا كنت زمان في حالي ولا مري هواك في قلبي ولا كان الشوق في بالي طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي سلم عليا وبقلبه نادالي لقيته ولا هو اللي لقاني نسيت. هذه اغنية ديال غادة رجب. حسيت بك كان خاصك تحبسي في انا مالي صح. انا كنسى الكلمات. لا لا سي لا سي فغي سي فغي ما شاء الله. شكرا والله ما شاء الله. انا خلوني غير نهضر لما نغني بجوج وانتوني ابتسام تسكات في الحب. كيفاش كتعيطي للانسان اللي كتحبيه؟ شيغي بيبي السلام عليكم. لا صافا لاباس الحمد لله سلامة. لا لا كيفاش سام مايكل بس تكبر خويا الو تفرينا صاحبي راه تعطلت عليا صاحبي. شوف شوف نقول لك واحد انا قاصحه. كيفاش قاصحه؟ زعما فاش كنت انت قهوه انت قاصحه قهوه ولا حليب اللي بغيتي المهم قاصحه زعما كان زعما حرشه مثلا مثلا مابقاش تميع مالا ما يمكنش ديك مي 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 بصح ما كنديرهاش لا ما يمكنش بعض المرات ما تقدريش تكوني بحال هكذا بيبي بيب بيب يا بيبي بيب بيب بيبي 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 بيان سور انا ما نحبكش كاع ما نجي عندك واخا لا انا كنحبك وحنا كنحبوك كنحبك كيف حنا كنحبوك كنحبوك بزاف عشرة جرح وتقول لي لك حبي يا حب ما تنصلح وبقلبي ما تطب بيبي هاي بيب هاي بيب ميريكان الميريكان غادي نديرو راديو كليب من دابا شويه غادي عرفتي شنو راديو كليب؟ عرفتي شنو راديو كليب؟ كنت كاميرا موسيقى وكنغنيو ياك صافي هادشي اللي كاين سان كليب وان شوت اوكي الى الاغنيه فيها ثلاثة دقائق الكليب والتورناج فيه ثلاثة دقائق
بيلا بخير. وكيف ما انت ما عندكش كليب ديال الاغنيه هذه غنصوب لك حنا دابا. مرحبا شكرا سيدي. دوك عطي مجهدك ربي يخليك. فهمتيني؟ شوفي الكتاف، الراس، الشعر، العينين، مي مي ميو، كل شيء كل شيء كل شيء خصك ديريه. يلاه دابا شوفي خليكم معنا على اذاعه هذه الراديو. شكرا بزاف تيسكات راديو. شكرا بزاف، خليكم معنا على الإذاعة. شكرا عليك، شكرا بزاف، خليكم معنا على الإذاعة.